السلام عليكم. بعض الناس تجهل خطورة تراكم الضغوط والعيش في حالة متواصلة من التوتر، ولا تعير هذا الأمر أي اهتمام، فتكون النتيجة معاناة وحالة مزاجية سيئة في المنزل وفي بيئة العمل، تزداد مع الوقت حتى تصل بنا إلى ضياع التركيز واختلاق المشاكل وهدر الطاقة وغياب الإبداع وصفاء الذهن والقدرة على الاستمتاع بمختلف جوانب الحياة. تراكم الضغوط هو قاتل صامت خفي، تجاهله يؤدي إلى نتيجة واحدة حتمية، وهي زيادة التوتر وأعراض التوتر شيئا فشيئا حتى نصل إلى مرحلة الانهيار. علينا أن نعي جيدا أن إدراك الضغوط هي المشكلة الصحية رقم واحد في العالم اليوم. علينا أيضا أن ندرك أن مسببات الضغوط كثيرة، ولكن مصدر التوتر واحد وهو أنت. كن واعيا لمدى خطورة الأضرار الناتجة عن التوتر المستمر على صحتنا النفسية والجسدية والذهنية، وبالتالي على أدائنا وعلى نجاحنا وعلى سعادتنا في الحياة ككل. الضغوط أمر لا مفر منه في حياة كل شخص، ولكننا مسؤولون بطريقة تفكيرنا وطريقة تعاملنا معها عن جزء كبير مما يحدث لنا. فهم الضغوط وكيفية التعامل معها بطريقة تفكير إيجابية لتحليلها ومن ثم إدارتها هو أول الطريق للتخلص من هذا المرض القاتل. وتذكر بأنك تستطيع أن تفكر بطريقة تقلل من ضغوطك، وتستطيع أن تفكر بطريقة تزيد من ضغوطك ومشاكلك. أنت تختار. لا تستسلموا أبدا للتوتر، وسعوا إلى التعرف إلى كل ما يسبب لكم الضغوط في المنزل والعمل، واعملوا على خطة التقليل من وطأة هذه الضغوط قبل فوات الأوان. والله يحفظكم ويحفظ عليكم.